رانيا صباح الخير. صبحتي لاباس؟ غايا لاباس. مرحبا بكم عندنا. ايوا راكي منوره كي الحال كيما المحل تاعك. ايه حم والديك الله يخليك يحفظك. كاش عندك جديد هنا؟ احنا دائما مع الجديد. مالك جديد بغيه نقدم لا تفرط فيه. قولوها ناس بكري هادي. كيما هنايا دخلنا هاد البدروم هذا راه فيه كاع تزاير هنا يعني ستيل ارجواز كافطون تمساني هادي ما تخفاش عليكم ماشي تونسيه هادي لي زاجواب كي كانوا يديروها شافوا هكا جنب ودخلنا عليها عاود داك بالكريستال بالفتله حاجه جديده بنات المدام اللي يبغوا جديد بلوزة المنسوش فيها نوعين فيها الخياطة الوهرانية والخياطة التلمسانية الفرق بيناتهم هاد الخياطة تجي كاري والخياطة الوهرانية تجي كول بالطو تجي شوية محلولة اوفر والتلمسانية تجي ملمومة والمنسوش المنسوج راه فيه انواع الحر دمي حر قابصة يعني واحد ما يكونش غشاش في المادة اللي يبيعها ما يكونش غشاش باسكو راهم يجيبوا لهم سلعة يقولوا بلي هادي حرة وما يخفاش عليكم دائما غنيه جوهر ولا مجوهرات نور دائما عندها الخدمه التقليديه يعني الجوهر الحر ولا بياخ حرين بما ان الماده راه ناقصه بزاف احنا كي نمشيو الاسواق نجبروا هاد الصوالح ما كاينينش يعني نلقوا مشاكل باش نشروهم كيما الحزامه ثاني ونتبعوا واش الشاري والحزامه هذه حزامه كتقديم يعني في لي زاني هذه 50 عام ولا 60 عام فاتت كانت كاينه بصح عاود انقرضت عاود دروك ولات جبدت روحها للجديد وحنا دائما مع الجديد يجي مرحبا بك تبقى بالكريستال الميزور اي حاجه مرحبا بك انا معروفه بمجوهرات نور غانيه راني حاله في فلاغي مغني صنديل جنب لاميري ولا بلاصه كبيره الدارجه يعني نهضر بالدارجه باش تفهموني كامل ومرحبا بكم وغنيه راها كيما بكري كيما اليوم اللي تجي اللي ما سقدهاش انا كاين حرفيات كاين خياطات نوريها عند خواتاتي ومرحبا بهم شكرا بارك الله